احنا معانا من جنيف دكتور ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير زهاب، اهلا بيك وبالسادة المشاهدين. ازاي حضرتك؟ ويعني بتهيألي مش جديد على هيومن رايتس ووتش يعني انها تتصيد وتترصد لاي شيء يقام في مصر او اي انجاز بتعمله علشان تشوه صورته قدام العالم، يعني مش عارف تقييمك لهذا التقرير ايه؟ بتفق معاك وهاخد من كلام حضرتك انه في المداخله دي خلينا نتناول الموضوع بشكل مختلف، لان انا دخلت قبل كده مع حضرتك واتكلمنا عشرات المرات عن هذه النوعيه من التقارير التي يعني تفتقد الى حد كبير من المصداقيه والحياديه. أي. في فكرة توثيق أو دحو الإنسان لمصر بتيجي من منظمات أنا بسميها منظمات الخلاف السياسي، زي ما في دول منظمات إيه يا أستاذ أيمن صوتك بيوطى خالص. منظمات الخلاف السياسي. الخلاف السياسي زي ما في دول خلاف سياسي في منظمات خلاف سياسي، المنظمات دي تحمل صبغة سياسية ولها فقر شخصي مع الدولة المصرية. مهما الدولة المصرية طورت من أوضاع حقوق الإنسان، وشفنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإنجازات التي حدثت بعد عام من الاستراتيجية. أي. وتحسينات مهمة جدا في ملف حقوق الإنسان، ولكن هذا لا يذكر في هذه التقارير ولا من قريب ولا. طب منين من أين أتى هذا الثأر يا أستاذي؟ الثأر ده بدأ بعد ثورة يونيو تحديدا، عندما حاول كينيث روس المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش إن هو يدخل مصر بدون موافقة السلطات المصرية ويعلن عن فض اعتصام، تقرير فض اعتصام رابعة، واللي اتكلم فيه وقال ان هناك فيه 6000 شخص. من هذا التوقيت تحول الثأر الشخصي بين هيومن رايتس ووتش وبين الدولة المصرية. خليني اتناول معاك جزئية مختلفة يا استاذ ذهاب، نقطتين مهمين قوي. ما هو مدى تأثير هذه التقارير على الدول الأعضاء 47 المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟ أول نقطة بنتكلم فيها أن التأثير أصبح ضعيف. كان التأثير كبير شوية يمكن بعد 2014 لأنه متحركوا مع المنظمات التي تنتمي لجماعة الإخوان، لكن النهاردة الدولة المصرية هي لاعب رئيسي في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهي عضو في عدد من اللجان التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بل ترأست من حوالي أكثر من سنتين المجلس الدولي لحقوق الإنسان. فإذا التأثير ضعيف وليس بالشكل الكبير، لأن الدولة المصرية لها مجهودات كبيرة جدا وقدمت تحسينات كبيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي كمان في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. النقطة الثانية، إزاي نرد على الكلام ده؟ هناك في نوعين من الرد، الرد الحكومي بتقوم به الخارجية المصرية، وممكن أسأل عن نقطة في النص كده تسمح لي، هي منظمة كبيرة زي الهيومن رايتس ووتش دي مين اللي بيمولها؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا. احنا طلبنا منهم اكتر من مرة في بيانات رسمية ان يعلنوا عن مصادر التمويل، ورفضوا رفضا قاطعا، لانه النهاردة لو هيومن رايتس ووتش اعلنت عن مصادر التمويل اللي هو رقم كبير جدا، اعتقد انهم هيكونوا في مأزق. وفي اكتر من مرة وفي اكتر من ندوة جمعتنا بيهم في المجلس الدولي لحقوق الانسان، قلنا لهم اذا كنتوا بتتكلموا ودايما بتقيموا اوضاع الانسان، احنا كمان يهمنا جدا ان احنا نقيم اوضاعكم المالية، ولو في شفافية مجلس إدارة المنظمة اللي فيه عدد كبير جدا من أصحاب الجنسية الأمريكية يعلنوا بشكل واضح من أين يأتي التمويل. لم يتحدثوا من قريب أو من بعيد عن هذا الموضوع. طيب فضل حياتك، كنت هتتناول نقطة مهمة وهي كيفية الرد على مثل هذه. كيفية الرد هنا نوعين يا أستاذ هاد، في رد رسمي حكومي ده بيجي من وزارة الخارجية وحدة حقوق الإنسان، والوفد الرسمي الدائم في جنيف السفير في البعثة يعني. لكن الرد الآخر هو الرد الحقوقي من منظمات المجتمع المدني. إذا كان اللي بيتكلم هنا منظمة غير حكومية، يجب أن يكون الرد منظمة غير حكومية، ويكون رد تقني وفني. لأنه إحنا تعبنا من فكرة التنديد والاتهام بالعمالة وأن هي منظمة عميلة وكلام ده، كل هذا الكلام لا يؤثر. الرد الفني والتقني يعني التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان من هيومن رايتس ووتش يمكن أن يتم تفنيدها وتحليلها لغويا، يعني نحلل المفردات اللغويه الحقوقيه. وهديك مثلا انه في 2018 مثلا هيومن رايتس ووتش اتكلمت عن تهجير قسري لاهالي شمال سيناء. هنا المصطلح خاطئ، هو التهجير قالوا انه في تهجير قسري لاهالي ايه؟ اهالي ايه؟ اهالي شمال سيناء. شمال سيناء نهايات الجمل بس كتير مني، اتفضل. هنا 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 المفردات خاطئه، المفردات الحقوقيه. هنا ده اعاده توطين نتيجه ان هناك في تهديد للامن القومي المصري. لازم هنا المنظمات دي مهم جدا ان هي تقوم بهذا التفنيد وترد رد تقني، ويبقى مصدق ربما اكتر عند الاوساط المشابهه اللي هي بتضغط بالزبط. في حته حقوق الانسان، لانه طبعا الردود الحكوميه هيقول لك طبعا مين يشهد لمصر غير حكومه مصر.
بالضبط استاذ ايهاب، لانه الفكره هنا انت لما بتيجي مثلا الحكومه ترد تقول لك لا، طب فين منظمات المجتمع المدني؟ ما بتردش ليه؟ لانه هي اليه معمول بيها، احنا عندنا منظمات اللي هي عندها صفر الشرعيه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدر ان هي ترد بشكل كبير. طب انت ايه رايك في الرد اللي قاله سياده السفير احمد ابو زيد النهارده؟ هو الرد مكرر والرد مقنع جدا، وهو بيؤكد بشكل او باخر ان هذه المنظمه دائما ما تترصد بالدوله المصريه، ومهما قدمت الدوله المصريه من تحسينات في اوضاع حقوق الانسان وتحقيق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه هذا لن يؤثر. يعني بالمناسبه انا عايز اقول لك حاجه، هل بيذكر مثلا مجهودات الدوله في فكره الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه؟ ابدا، هم بيركزوا على جزئيه معينه، هو بيركز بس على انه الناس تقف تزعق في الشارع، هو ده بالنسبه له حقوق الانسان. طب خليني اسالك على حاجه تانية مهمه برضو، وهي فكره هل قل اهميه دور مثل هذه التقارير المشبوهه لدرجه ان احنا ممكن لا نلتفت اليه، ولا لا لابد ان نكون حريصين ونرد على كل كلمه؟ لا، هو بص، هو التاثير انحصر بشكل كبير جدا جدا، يعني يكاد لا يتخطى ال 20% او 25%، لكن ده مش معناه ان احنا نترك هذه المنظمات ان هي تتحرك. لازم يكون في رد، لانه عدم الرد بيدي نوع من انواع المصداقيه لهذه التقارير. لو انت ما بتردش يبقى انت بتؤكد هذه الفكره وبتؤكد المعلومه. هل حضرتك المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف ده مش دي جمعيه برضو، يعني جمعيه مجتمع مدني مفروض ان هي كمان برضو ترد؟ احنا الحقيقه اشتغلنا في الفتره اللي فاتت بعد 2013 على الرد، مش بس عن هيومن رايتس ووتش، في 25 منظمه اخوانيه بيتعاونوا بشكل كبير جدا مع العفو الدوليه وهيومن رايتس ووتش فيما يخص ملف حقوق الانسان. احنا قمنا بالرد من خلال الاليات المتاحه لدينا، ولكن الرد الفردي مش كفايه، مهم جدا ان يكون هناك تكاتف من منظمات المجتمع المدني المحليه، ان هي تكون تقدر ان هي تشتغل، يكون بيانات بتخرج بشكل جماعي، يكون في تواجد كبير. لانه داخل الامم المتحده هيومن رايتس ووتش والمنظمات التي تتبع جماعه الاخوان بيعملوا حراك كبير جدا وبيتحركوا كتير جدا. يجب ان تواجه هذا التحرك، بيعرفوا يوصلوا، بيعرفوا يترجموا، بيعرفوا يكلموهم بلغتهم. طبعا على فكره المنظمات تنتمي لجماعه الاخوان بيعتمدوا على الشباب من الجيل الثاني والثالث اللي اتولدوا في اوروبا. على درايه كبيره جدا بثقافه الدول اللي هم عايشين فيها، بيتكلموا لغه البلد، متعلمين كويس جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان في اشخاص دلوقتي ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين بيشتغلوا في هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه. ايوه بالظبط، ما هو التجنيد لا يقتصر على التجنيد من اجل الارهاب بالسلاح فقط. يعني الكلمة، احنا بنقول دايما يا استاذ ايهاب ان حقوق الانسان هي احد اهم القوى الناعمة مع الاعلام. لو انت عرفت تستخدمها تقدر ان انت تأذي دول، واحنا شفنا الكلام ده في بداية الامر عندما كان التحرك بطيء من الدولة المصرية والمنظمات، قدروا ان هم نجحوا بشكل او باخر ان هم يشوهوا سمعة مصر. لكن في نقطة مهمة جدا برضه احب ازودها مع حضرتك، ان مهم اذا كان هناك في نقد لي التقارير التي تصدر عن هذه المنظمات، مهم جدا للدولة المصرية أن تعطي مساحة من الحركة والنقد البناء لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. ده شيء صحي جدا. ليه؟ لأنه أنت لما بتهاجم هذه المنظمات ولا تنتقد الوضع، وده طبيعي أن يكون في مشاكل زينا زي أي دولة، ده بيخليك بيحطك في موقف ضعيف وهش، أن أنت دائما بتهاجم فقط هذه المنظمات. طب هل أنت لما بتسأل هل أنت ما عندكش طب بلاش هذه المنظمات، هل أنت بتسمح لمواطنيك أن هم يعترضوا؟ أنا فاهم قصدك، تقصد كده بالضبط، أو المنظمات أن هي تقيم أوضاع حقوق الإنسان وتقول والله إن في مشكلة. دور منظمات المجتمع المدني ببساطة شديدة هو الحقوقية، هو الرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان وتقديم بعض التوصيات لتحسين بعض الأوضاع. أنا بشكرك وبثمن على كلامك، وعايز يعني دي فرصة أن احنا نقول بلاش أن كل الزيارات تبقى يا سلام يا حلاوة، ما فيش أجمل من كده، ما فيش أعظم من كده، لابد أن يكون هناك. النهاردة كنت بتناقش مع مدير وحدة مهمة في المرور، وشايف ان دي مساله عظيمه جدا، واحنا كنا زمان بنقعد 5-6 ساعات، دلوقتي بنقعد نص ساعه. لابد انه يكون الواحد عنده سقف احلام ابعد من كده في شغلته دايما لكي يستطيع ان هو يتطور. بشكرك جدا يا فندم استاذ ايمن نصر، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان، كان معنا على الهاتف من جنيف.